السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. من بعد ما مشات الأخت الممثلة المغربية سكينة إلى المستعجلات وبقات مدة طويلة في المستشفى، كان نعرفوا واحد المفاجأة اللي هي فريمو صدمت المغاربة كاملين، ومن اللي غادي تسمعوها كنظن حسنتم غادي تصدموا. قبل ما نخليكم مع الموضوع اللي جبت لكم اليوم والأخبار الجديدة، لا تنسوا إخواني أخواتي الاشتراك في القناة عفوا والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، فضلا طبعا وليس أمرا. بعد ما سمعنا أن سكينة جلست جاها واحد العطب صحي، وبصراحة مسكينة بعد ما وجدات لرمضان ودارت القوام ديال رمضان، راكم عارفين المغاربة كاملين كيديروا الواجب ديال رمضان الكريم. هذا الشهر كيكون شهر العبادة، ولكن حنا المغربيات ضروري خصنا نوجدوا داك الشيء الأجواء ديال المغرب، يعني منهم الزميطة، الشباكية، البريوات، بزاف ديال الحوايج. سكينة مسكينة غير سالات التجهيزات ديال رمضان، مشات في المستعجلات وبقات في المستشفى إلى مدة طويلة، يلا كتوجد باش تخرج. ولكن المفاجأة اللي عرفنا وخرج بواحد التصريح الأب ديالها في واحد الفيديوهات كيقول، مهم خرج في الأخبار وبزاف ديال المواقع الاجتماعية، كنت فاجئة بأن الابن ديال سكينة كتقول أنها توحشت بزاف الابن ديالها وبغات تشوفه. والله حسن العوان هو ولدها باقي صغير، يعني يبلغ في العمر ديالو 7 شهور، يعني أي أم كتكون عندها واحد تريبية صغيرة بحال هكا ديال 7 شهور ولا قل ولا حتى أكثر، يعني ما تفوتش السنة كيبقى له البال ديال الأم معاه، ورحنا كنعرفوا اشنا هي الكبده. الله يحفظ لنا وليداتنا وليدات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. والحمد لله انها فلتت من داك الوعكه الصحيه ورجعت الحمد لله ما بين العائله ديالها، وولات في الوسط ديالهم وتجمعات مع الابن ديالها من بعد ما كان الاب ديالها دائما كيجيبوا ليها المستشفى وكتقوم بالزياره ديالها، كيقوموا بالزياره ديالهم لها في المستشفى. وراكم عارفين مع هاد فيروس كورونا ومع هاد المشاكل اللي حنا عايشينها حاليا في مع هاد الكوفيد، صعيب الانسان يدخل المستشفى وبالاخص مع واحد التربيه صغيره، راه ممنوع الزيارات وممنوع الدراري الصغار يزوروا الكبار بطبيعة الحال في الجناح ديال المستشفيات الكبار، كيكون بزاف ديال الميكروبات وبزاف ديال الفيروس، فكيخافوا على داك البيبي ويدخل. ولكن الحمد لله الاب ديالها كان كيديه ليها وكانت كتقوم بالزياره ديالها وكتشوفه وكتبرد النار اللي في القلب ديالها، لان كتكون الام قلبها مشطون وعقلها مشطون وقلبها شاعله فيه واحد العافيه، لما شافتش البيبي ديالها كيكون عندها واحد التوتر. المهم الحمد لله الاخت سكينة خرجت من المستشفى ورجعت ما بين الحياه اللي كانت فيها، رجعت للحياه الحمد لله ديالها الطبيعيه وتجمعت مع الابن ديالها والاب ديالها، ونقول لها الحمد لله على سلامتك والله يجمعك بولدك وبعائلتك. وانا نقول لكم الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد واخبار جديده، ودمتم في رعايه الله ومع السلامه.